طيب أستاذ سمير، يعني في البداية لو تحدثنا عما يحدث الآن يا أستاذ سمير، وهناك تطورات كثيرة تحدث على الأرض وعواجل سريعة جدا، لو تضعنا في آخر التطورات بعد إذنك. أهلا وسهلا بكم، تحياتي لكم ولضيوفك الكرام ومشاهديكم الأعزاء. يعني الحقيقة أود أن أعقب على ما قاله ضيفك الكريم في الاستوديو، أن بداية هذه الحرب لم يبدأها بوتين. المشكلة ليست بما قامت به روسيا، وإنما المشكلة بمن حضر لهذه الحرب وحرض عليها وجهز كل الإمكانيات. يعني هي كان بالغناء عن هذه الحرب لو كانت الولايات المتحدة الأمريكية أخذت بعين الاعتبار المخاوف الروسية والمطالب الروسية والهواجس الروسية، لكن للأسف الآن بدأت هذه الحرب، وهي يعني حادثة مؤسفة، لأنه ليست لمصلحة لا أوكرانيا ولا روسيا هذه الحرب، ولا لمصلحة الدول الأوروبية. المستفيد الأول فقط هي الولايات المتحدة الأمريكية، لهذا السبب دفعت دفعا إلى هذه الحرب. تطورات الحرب أنا أعتقد يعني الآن هي ليست حرب واسعة أو اجتياح أو احتلال، يعني بصدام عبر جيشين أو دولتين، هي عمليات انتقائية روسية، عمليات جراحية لأماكن معينة من أجل تأمين يعني العودة إلى الحدود الإدارية لمقاطعي دانيتسك ولوغانسك. هذا يعني مبدئيا حدود العملية العسكرية، وموازاة مع ذلك هناك يعني حتى الآن النوافذ الروسية مفتوحة من أجل البحث بالطرق السلمية والطرق السياسية عن حل شامل، ليس فقط لأوكرانيا، لأن أوكرانيا ليست هي المشكلة الأساسية، وإنما المشكلة مع حلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية. نعم. هل الولايات المتحدة تريد الأخذ بعين الاعتبار بالهواجس الروسية؟ أعتقد هي صرحت يعني الخارجية الأمريكية بأنها لا تريد بحث هذا الموضوع مع روسيا. إذن هي التي صعدت وهي التي أمنت كل الظروف لهذه الحرب، وروسيا ماضية، يعني روسيا لم يعد لديها مجال للعودة إلى الوراء أو التراجع أمام تمدد حلف الناتو والذي وصل إلى حدودها. الآن طيب. أصبحت بموقع الدفاع وموقع الهجوم. نعم. سأعود إليك أستاذ سمير مرة أخرى، ولكن يعني معنا على الهاتف